مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان الطاقة الشمسية. المغرب بلد حباه الله بالشمس والنور طيلة أيام السنة، وهذا المصدر الطبيعي ديال الطاقة النظيفة ما يمكن غير يحمي المناعة ديال البيئة ديالنا ويضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة. مكافحة تلوث الناتج عن استعمال الطاقة الأحفورية كيتطلب استثمارات كبيرة وباهظة، وكلفته المستقبلية غتكون جد مرتفعة. لهذا فحل هذه المعضلة مرتبط بالبحث عن طاقة بديلة ونظيفة، منها الطاقة الشمسية. عشرات الآلاف من المرايا كتستقبل أشعة الشمس وكتحولها لطاقة نظيفة، كتزود الساحات العمومية والمنازل بالكهرباء بدون أي انبعاثات غازية مضرة. تعتبر الطاقات المتجددة من بين الخيارات اللي بغى المجتمع الدولي ينهجها، وذلك لسببين. السبب الأول وهو الحد من هذه انبعاثات الغازات المسببة للتغيرات المناخية، والسبب الثاني نحاول نواجه الطلب المتزايد على الطاقة الأحفورية ونساهمه في انتقال إلى اقتصاد نظيف للمناخ. شنو هي الاستراتيجية المتبعة للنهوض بالطاقات المتجددة في بلادنا وبالخصوص في مجال إنتاج الطاقة الشمسية؟ المغرب كذلك انخرط مع المجموعة الدولية في مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك باعتماده الطاقات المتجددة منذ سنة 2008. ومن خلال إنجاز هذه الطاقة هناك مشروع طموح، ألا وهو مشروع الطاقة الشمسية بالمغرب اللي تهدف البلوغ إلى 2000 ميجاوات في أفق 2020. كما تهدف هذا المشروع وتسعى كذلك إلى تعزيز القدرات والمؤهلات الوطنية في مجال الطاقة الشمسية. وما ننسوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.